السلام عليكم ورحمة الله. مع تمرين أبحث من كتاب دفتر النشاطات للرياضيات صفحة 9، درس جدول ومخططات. يمثل الجدول المقابل عدد التلاميذ حسب الجنس في كل قسم، غير أن بعض الخانات مسحت بالخطأ. هذه الخانات مسحت بخطأ. انقل هذا الجدول وأكمل ملء الخانات. عدنا في الجدول الأقسام من السنة الأولى إلى السنة الخامسة، إناث ذكور ومجموع الإناث والذكور ثم المجموع الكلي. إذن لنحسب عدد الإناث عدنا المجموع الكلي، معناتها مجموع الذكور والإناث، وعندنا عدد الذكور لنجمع عدد لنجد عدد الإناث، نقوم بطرح المجموع الكلي أو من عدد الذكور 32 ناقص 15 كم تساوي؟ 18. 32 ناقص 15 تساوي 17. نفس الشيء هنا، 34 ناقص 19 تساوي 15. أو نبحث عن العدد، نستعمل طريقة المستقيم الشريط العددي والمستقيم المدرج. كذلك عندنا المجموع الكلي 32، الإناث 16، الذكور 16، عندنا عدد الإناث 20، عدد الذكور 17. نقوم بعملية الجمع، 37. نعم، الآن هذه الخانة عدنا عدد الذكور ثم المجموع الكلي ولم نجد هذه الخانة، سنجدها بطريقتين. لاحظوا، 15 زائد 19، 15 زائد 19 تساوي 34 زائد 16 تساوي 50 زائد 17 تساوي 67. إذن هذا المجموع 67. 67 كم أضيف لها حتى تصير 83؟ أو 83 ناقص 67 كم تساوي؟ تساوي 16. 16. الآن أجد مجموع المجموع 13 زائد 16، من المفروض أن أجد 29. 29 يمكنني أن أجدها بطريقة أتحقق. لاحظوا، 32 زائد 34 تساوي 66 زائد 32 تساوي 98 زائد 37 تساوي 135. 135 كم أضيف لها حتى تصير 164؟ أو 164 ناقص 135 كم تساوي؟ 164 ناقص 135 أجد 29. إذن هذه بالنسبة إلي هي حقيقية، لأنني وجدت نفس النتيجة عموديا وأفقيا، العدد 29. الآن أجد عدد المجموع الكلي للإناث، بإمكاني أن أجمعه عموديا أفقيا أو عموديا. 17 زائد 15 كم تساوي؟ 32 زائد 16 تساوي 48 زائد 20 تساوي 68 زائد 13 تساوي 81. أجمعه بهذه الطريقة، أو أطرح 164 ناقص 83 أجد 81. إذا جمعناه بطريقة أفق، بطريقة
أفقية وبطريقة عمودية وجدنا المجموع الكلي للإناث. إلى اللقاء في درس قادم.